سألتني ايه رأيك في موضوع وانا كنت عايزة اقولها رأيي. هي سيدة متزوجة ولقت زميلها في العمل يعني زي ما نقول كده بيحاول يلفت نظره ليها، بيحاول يكسبها بالكلام، بيحاول يعاكسها، فهي فضلت تصده كتير قوي. بتقولي قعدت اكتر من سنة اصده وما برضاش ان انا اتكلم معاه وما برضاش افتح المجال الكلام معاه، وكل ما يجي يكلمني اهرب منه واتعامل معاه في نطاق الشغل وبس، لحد لما حسيت في مرة ان انا محتاجة اتكلم معاه، ودي كانت اول مرة اتكلم معاه بعد سنة ونص من محاولاته هو. طيب ايه الموضوع؟ الموضوع ان هو طبعا كان بيزن عليها ان هو معجب بيها وان هو عايز يتكلم معاها وان هو شايف شخصيتها عاجباه جدا وان هو تعبان في حياته وان هو محتاج ست زيها وان هو محتاج حد يحكي معاه ومحتاج حد يقرب منه ومحتاج يعيش قصة الحب. طيب فهي بعدها بتقولي انا مش عارفة اعمل ايه، انا بين نارين وحاسه ان انا محتاجه اتكلم معاه وعايزه افضل اتكلم معاه ومبسوطه بكلامه وفي نفس الوقت مش عايزه اعمل كده. طيب انا هقول لكم انا قلت لها ايه وكلمتها بمنتهى الامانه. اولا قبل ما حد يقول لي اي حاجه، ما حدش يقول لي لو هي ست محترمه مش هتكلم حد، لا، عشان تبقوا عارفين. بس الزن على الودان امر من السحر. انا شفت كتير وشفت ستات كتير جدا، لو اقول لك دي جبل جبل ما حدش يهزه، لا بيتهزه. المشكلة فعلا في السادة الرجال، والكلام ده للرجال اكتر من الستات. الكلام ده انا بشوف ان الرجالة 3 انواع. نوع مستقر في حياته ومبسوط وسعيد، لكن شاف واحدة معجب بيها عايز يهزر ويضحك معاها شوية وبعدين مع السلامة، واللي بعدها واللي بعدها، لمجرد ان هو يحس ان هو يحس برجولته ويحس ان هو لسه مرغوب ويحس ان هو عايش وان هو حد بيقول له كلمة حلوة وحد بيعجب بيه وحد بيبقى مبسوط منه وحد بيبقى سعيد في الكلام معاه. لكن هو حياته مستقرة ومراته كويسة جدا والدنيا عنده حلوة قوي. ده بالنسبة لي انا يعني انا بشوف ان دي عين فارغة وتفاصة ملهاش لازمة، لان انت بتشغل بال ناس ملهاش ذنب. يعني انت لما تدخل على بنت ولا ست وتقعد تشغل دماغها بكلام حلو وتقعد تشغل دماغها وتفكيرها وتلعب على مشاعرها، وانت اصلا عمرك ما هتفكر فيها ولا عمرك هترتبط بيها ولا عمرك هتبقى ليها، يبقى انت كده بتظلم الناس معاك. حتى لو كان ضحك وهزار وبتاع، ما تدخلش حياة حد علشان تبوظها او تقل براحته. النوع التاني بقى اللي هو في منه نوعين. النوع التاني اللي هو مش مستقر في حياته وتعبان في حياته فعلا وزوجته مش مريحاه، لكن ما عندوش الامكانيات المادية ان هو يفتح بيت تاني، او عنده الامكانيات المادية انه يفتح بيت تاني وده بيتجوز ويفتح البيت تاني وبيحافظ على بيته برضه، بيقول لا انا من حقي ان انا اتجوز، الشرع محللي والدين محللي ان انا اتجوز زوجة تانية، طالما دي مش مريحاني وانا تعبان معاها فانا هتجوز مرة تانية مش مشكلة. وكتير بيشوفوا ان ده عادي وما بيرضوش يعملوا يبعدوا عن حرام فبيتجوز ويقول شرع ربنا. النوع بقى التاني اللي هو نفسه يعيش قصة الحب او هو مش مرتاح، ده بقى النوع اللي هو زي زميلك ده اللي بيدور على الست المتجوزة. هو امكانياته قليلة وامكانياته صغيرة، وفي نفس الوقت عايز يعيش قصة حب وعايز يتقال له كلام حلو وعايز يسمع كلام حلو ويقول كلام حلو ويعيش لاف ستوري، فيروح يدور على الست المتجوزة اللي هو وعلى فكرة دي بقت ظاهرة جامدة جدا. يعني معرفش انا بقى اول حد اتكلم عنها ولا لأ، بس دي ظاهرة موجودة وموجودة كتير قوي. بس للأسف ان ممكن في ناس ما بتاخدش بالها ان هو مش بيدور عليك عشان انت اجمل ست في الكون ولا انت اجمل نساء الدنيا ولا انت اللي ما فيش منك اتنين ولا انت الست اللي هو متخيلها، ما هو ما شافكيش في البيت عاملة ازاي.
ما هو شايفك في الشغل وشايفك وانتي كده وشيك ولابسه وبتاع، ما شافكيش في البيت عامله ازاي. فهو من منطلق ده بيدور على ست متجوزه علشان هو ما عندوش امكانيات، ويبقى المشكله عندها هي. اصل هنتجوز ازاي؟ ما انت متجوز، هتخربي البيت؟ لا مش هينفع نخرب البيت، طب خلاص خلينا كده ونكمل. ويبتدوا بقى ايه، تبقى في طرف تالت في الموضوع، يبقى في طرف هنا وطرف هنا، وفي خط كده ماشي في النص ملوش دعوة بأي حاجة. دي ظاهرة منتشرة جدا 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 في مصر دلوقتي، ان الرجالة اللي هي ما عندهاش امكانيات ان هي تتجوز، او الشباب حتى على فكرة اللي ما عندوش امكانيات ان هو يتجوز او ان هو يفتح بيت، يبتدي يدور على الست المتجوزة علشان مش هتقوله جواز ومش هتوجع دماغه، وهيبقى هي عندها بيتها وعندها حياتها، ولما نتقابل اهو بنتقابل نرفه عن بعض او نتكلم كلام كويس. ده طبعا حاجة ما ترضيش ربنا، ولا ترضي اي انسان، ولا ترضي ضميرك كراجل ان انت تلعب بمشاعر ست. ممكن على فكرة هي ما تكونش بتسمع من جوزها الكلام ده، ممكن يكون جوزها مسافر، ممكن يكون عندها اي ظروف محدش يعرف، لكن انت بتلعب على مشاعر واحدة ست، ممكن تكون مامتك، اختك، صاحبتك، يعني حد قريب منك، بنتك، يعني كما تدين تدان. انت النهاردة بتلعب بمشاعر واحدة ست وهي متجوزة. على فكرة لو تفتكروا المثل والحكاية اللي قلت لكم عليها دقة بدقة، ولو زدنا لزاد السقة، الكلام ده صح جدا. شوفوا السقا كان قافل على مراته قد ايه، وكان ممنوع اي حد يدخل عندها، وممنوع اي حد يجي لها، وهو عارف انها بتخرج معاه بس وما بتروحش في حتة غير معاه. والراجل اللي عاكسها، السقا اللي عاكسها، جال حد باب بيتها. مش معنى ان حضرتك مأمن بيتك ومأمن حياتك ومأمن كل تصرفاتك وشايف ان انت محافظ على الحتة دي، يبقى انت ده من حقك ان انت تخرج تلعب ببنات الناس او بالستات او باي بعقول اي حد، وتلعب بمشاعرهم وتلعب بضمايرهم، وانت مطمن ان انت محافظ على الحتة التانية. صدقني والله 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 هيدخل لك من تحت الباب، هيدخل لك اللي انت عملته في بنات الناس، لازم هيدخل لك وهيتعمل في اهل بيتك، سواء بنتك او اختك او مراتك او اي حد يخصك، هيتعمل فيه. الحياة كده والدنيا كده. لو سمحتوا لو سمحتوا ابعدوا عن الستات المتجوزة، ابعدوا عن خراب البيوت. يوم ما تحب واحدة، حب واحدة عندها ظروف معينة تقدر تستحمل ظروفك، خليك صريح، قول لها انا بحبك بس مش هقدر اتجوزك. بس مش لازم تكون متجوزة عشان تقول لها الكلمتين دول، ما في بنات كتير، وفي يعني الدنيا مليانة دلوقتي. مش لازم انا اروح اختار الحاجة واحط العقدة في المنشار ويبقى بدل المصيبة مصيبتين وثلاثة، وبدل الخراب يبقى خرابين. فلو سمحتوا الكلام ده للرجالة، ارجوكم ارجوكم خدوا بالكم. انا عارفة ان انتوا بتتحطوا في ضغوط كتيرة، وكل الناس عندها ضغوط، وكل الناس مليانة مشاكل، بس لو سمحتوا راعوا الحتة دي ارجوكم. لما تعرفوا ان في حد، اصل انت انا هي الموضوع بسيط جدا، هي ممكن تكون حياتها متصلبة، حياتها ماشية بالعافية، حياتها ماشية وهي مستحملة حاجات كتير قوي عشان خاطر ولادها، عشان خاطر ظروفها، عشان خاطر حاجات كتير. فلما انت بتيجي تديها الحاجة اللي هي مش موجودة في حياتها او محرومة منها او فانت كده بتضغط على الجرح اللي هينفجر. فالجرح ده لما هينفجر هيبوظ الدنيا. فلو سمحتوا خدوا بالكم، خلوا الناس اللي ماشيه بالعافيه في حياتها تمشي بالعافيه. الست اللي كانت بتحكي لي دي بتقول لي انا جوزي ما بيقوليش الكلام ده، او جوزي ما بيسمعنيش الكلام ده، او ما فيش توافق بيني وبين جوزي. هو جذبني الكلام، وجذبني باهتمامه، وجذبني بحنيته، وريني شكلك وانت نازله، رايحه ايه، جايه النهارده الشغل لابسه ايه، هتعملي ايه. بتقول لي جذبني بكل تصرفاته وبحنيته وبكلامه، ما بقتش قادره، بقيت دايما عايزه اسمعه، شايفه كلامه عاجبني، شايفه ان هو بيقول عليا حاجات حلوه مش بتتقال. فارجوكم خلي بالكم
ولو سمحتوا خلي بالكم ان انتوا ما تخربوش بيوت، وما ت... واللي عنده يعني مش عارفه اقول ايه، بس اللي عايزه اقولكم ان كل البيوت فيها اللي مقفول عليه، ما تفتحوش بيوت وتدخلوها بالعافيه. مش عارفه الموضوع حساس جدا، انا مش قادره اتكلم فيه بصراحه اكتر من كده، لكن انا فعلا فعلا نفسي، يا ريت يا ريت تشيروا الفيديو ده كتير قوي، نفسي ستات كتير تسمعوا، ونفسي رجاله كتير تسمعوا. ارجوكم ابعدوا عن عالم السوشيال ميديا خالص، ده عالم وهمي، عالم وهمي وعالم افتراضي وعالم مش موجود، كل واحد فيه عايز يظهر بمظهر الهيرو، احسن راجل في الدنيا واجمل راجل والراجل اللي مفيش بعده. تحياتي ليكم، ومعلش انا اسفه طولت عليكم.